خليني كمان اقول لكم القائمه الخاصه بالمحترفين اللي اختارهم الكابتن حسام بدري لمعسكر المنتخب، المعسكر اللي هيبتدي يوم 20 من الشهر الجاري، واللي هيكون استعدادا لجولتين مهمين جدا امام كينيا وجزر القمر في اطار التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. كابتن حسام بدري اختار 6 محترفين، هم محمد صلاح من ليفربول الانجليزي، محمد النني ارسنال، احمد حجازي اتحاد جده السعودي، محمود حسن تريزيجيه استون فيلا، احمد حسن كوكا اللي بيتالق جدا مع اولمبياكوس، نتمنى نشوف هذا التالق مع الفريق او المنتخب المصري، واخيرا مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي واللي ايضا بيتالق مع هذا الفريق التركي. دي القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري اللي بتتعلق بالمحترفين فقط، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. اما فيما يتعلق بترند الاهلي واخر الاخبار على السوشيال ميديا وتحديد عقب التعادل بالامس واستعدادا للمباراه المقبله امام الاسماعيلي، خلينا نشوف في البدايه الحساب الرسمي ل يلا كوره على فيسبوك بيتكلموا على ارقام مرعبه للاهلي في مباراه الامس بعد الانتهاء بالتعادل الايجابي 2-2. استحواذ الاهلي 68% وفيتا كلوب 32%، تسديدات الاهلي 29 تسديده على المرمى في المقابل فيتا كلوب 7 تسديدات، او التسديدات دي كانت بشكل عام تسديدات بقى على المرمى الاهلي 13 فيتا كلوب 5، تسديدات من داخل منطقه الجزاء الاهلي 26 وفيتا كلوب 5، ضربات ركنيه الاهلي 13 وفيتا كلوب 1. لما تشوف الاحصائيات دي تقول الفرقه اللي عندها الاحصائيات المميزه دي هي كسبت 4-5 امبارح، ده كان المفروض، ده كان الطبيعي، لكن هي دي كره القدم. الاهلي ما كانش موفق اطلاقا، لكن ان شاء الله يكونوا موفقين فيما هو قادم من تحديات. خلينا كمان نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلموا المره السابعه في تاريخ الاهلي ينهي النصف الاول من مجموعات دوري الابطال ب4 نقاط من اصل 9 متاحين. الاهلي تعادل مع فيتا كلوب 2-2 لينهي النصف الاول بعد 3 مباريات ب4 نقاط. الامر ده حدث امتى؟ في عام 2000 و2006 اللي خدنا فيها البطوله بهدف ابو تريكه، 2010 2011 2013 خدنا البطوله، و2018. في 4 مناسبات من الستة دول الاهلي تاهل للادوار الاقصائيه بعد دور المجموعات، فان شاء الله الاهلي يقدر باذن الله تعالى ان هو يتاهل. خلينا نروح كمان لخبر اخر في ترند الاهلي ونشوف كلام من الحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر، واللي بيقولوا ان مروان محسن في اقل من دقيقه منذ دخوله قدر ان هو يحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي، ونزل في الدقيقه 69 و4 ثواني واحرز الهدف في الدقيقه 70 وثانيه واحده بس. مروان محسن لما نزل حقق المطلوب وعمل المطلوب منه، ان شاء الله يكون افضل وافضل كمان برضه من اللاعبين اللي عندنا ثقه كبيره جدا فيهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح للوطن الرياضي وكلام مهم جدا على رضوان جيد حكم مباراه الامس ما بين الاهلي وفيتا كلوب، وان الكاف وده من خلال تواصلهم مع مصدر بالكاف منع رضوان من التعليق على ركله الجزاء، لكن هم بيقولوا ان هو اعترف بخطئه ده على عهده طبعا الوطن الرياضي، وقال قدر الله ما شاء فعل، ده برضو اللي مكتوب في متن الخبر يعني بالمناسبه، لكن انت يا رضوان افقدت الاهلي فرص كبيره في التاهل بسبب عدم التوفيق في احتساب او في الغاء هذه الضربه، او هي اصلا ما كانتش ضربه جزاء اصلا عشان انت تصفر هو تسرع، وتقريبا الحكام متعودين خلاص على الفار، للاسف دور المجموعات ما فيهوش فار، وده امر برده عليه علامات استفهام كتير جدا بالنسبه للكاف، لازم في المباريات المهمه اللي زي دي يكون في فار طبعا. خبر مهم من حساب مبتدا على تويتر وبيقول الخطيب يقترب من رئاسة بعثة الأهلي في رحلة الكونغو، في حال تولي أو تواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة فده هيكون أمر مهم جدا، لأن الكابتن محمود الخطيب دايما في المباريات الحساسة والهامة جدا وبتكون حاسمة في مشوار الفريق في أي بطولة بيكون متواجد، وده بيدي دوافع مختلفة ومهمة بالنسبة للاعبي الفريق. هنشوف وهنتابع آخر المستجدات بخصوص الجزئية دي تحديدا. أخيرا من حساب بطولات على تويتر بيقول اتحاد الكرة يعلن تغيير ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، حتى الآن مفيش أمور رسمية لكن هو مباراة هتتلعب في استاد اسكندريه، يقال انها تم نقلها لاستاد برج العرب، هنشوف. بمناسبه استاد برج العرب ارضيته سيئه جدا جدا يعني، مش عارف ايه هيتم معالجه الموضوع ده ازاي، لكن هنشوف القرار النهائي من خلال الاعلان الرسمي. هروح